أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تأتي بالتزامن مع رصد انتهاكات جسيمة في اليمن. يدخل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامه 70 في وقت تعيش فيه اليمن خارج عالم حقوق والحريات منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة أواخر عام 2014 ثم دخولها متاهة الحرب. ورغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على حماية الحياة وصون الكرامة، إلا أن الدول الكبرى التي تحتفي بذكراها السنوية تقوم برعاية تسويات سياسية يقول مراقبون إنها تتناقض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان رصدت أكثر من 550 انتهاكا في هذا العام، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة رصدتها منظمات دولية في محافظات عدة تتوزع بين القتل والاختطاف والإخفاء القسري وقصف المدن وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: حجم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على ضوء التقارير المحلية والدولية، وما هي الآليات المحلية والدولية التي تساهم في حفظ الحقوق ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. نشاهد هذا التقرير ونعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. هل حقا يولد الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق؟ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد هذه الفرضية، كما أن واقع اليوم يشير إلى أن الأماكن الكبرى في العالم تشهد مثل هذه المساواة. لكن ماذا عن الأماكن الصغيرة مثل اليمن؟ الإجابة عن هذا التساؤل تبدو مفجعة جدا، بالنظر إلى أن العالم يحتفي بدخول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامه 70 في الوقت الذي تكاد فيه اليمن تدخل عامها 5 فاقدة للكرامة الوطنية، وانتهاكات يومية للحقوق، وشعب بكامله يرزح تحت حكم ميليشيات لا تؤمن بالإنسان فضلاً عن حريته. تبدو أرقام انتهاكات الحقوق في اليمن مخيفة، فاللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان رصدت أكثر من 550 انتهاكاً في عام 2018 لوحده، تتراوح بين القتل والخطف والاعتقال والإخفاء القسري وتعذيب وزراعة الألغام، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وقصف المدنيين. وفي تعز التي ترزح تحت حصار ميليشيا الحوثي منذ سنوات، تجاوزت الانتهاكات بحسب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 1700 انتهاكاً منذ مطلع هذا العام وحتى نوفمبر الماضي. فيما هو مؤكد فإن قصة انتهاك حقوق الإنسان في اليمن باتت تشكل مثالاً لتناقض العالم الذي يحتفي بذكرى حقوق الإنسان بتدليل ميليشيا الحوثي على حساب قيمة الدولة، ورغم كونه يرفع بمناسبة هذه الذكرى شعار الحق في السلام العادل، إلا أنه يسعى لتمرير تسويات سياسية ظالمة لكرامة مواطني اليمن، البلد الصغير في خارطة حقوق الإنسان الدولية. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن. أهلا بك أستاذ حسين. إذن يتزامن الذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحدث في اليمن، اللجنة الوطنية تتحدث عن انتهاكات إنسانية جسيمة واضحة بالجملة، ما هو الواقع اليوم فيما يتعلق بهذه المسألة على الأراضي اليمنية؟ حياك الله أخي، بالبداية أسمح لي أشكركم وأشكر القناة على اهتمامها وتابعتها دائما هذا الملف وملف حقوق الإنسان بالذات بالنسبة للجنة الوطنية. يعني بمناسبة الذكرى 70 لليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان أصدرت اللجنة بيان صحفي يتضمن آخر النتائج وما توصلت إليه في رصد وتوثيق و التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 20 نوع لها الأولوية من أنواع الانتهاكات، بينما الرصد شمل أكثر من 30 أو 40 نوع من الانتهاكات، لكن 20 نوع أو 30 نوع التي ضمنها في بياننا كانت هي الأكثر أو الأكثر الانتهاكات التي تتم لليمنيين في مختلف المناطق. مثل ما ذكرت شملت هذه الانتهاكات
انتهاكات استهداف المدنيين من جميع الاطراف، القصف بالطائرات قطار التحالف، استهداف المدنيين عن طريق القنص وعن طريق قذائف الكاتوشه وقذائف المدفعيه، ايضا شملت ايضا تجديد الاطفال، تهجير المنازل، كما شملت ايضا الاخطاء القسري والتعذيب، وشملت ايضا زراعه الالغام سواء الالغام المخففات او الالغام الفرديه. كل هذه الانتهاكات طبعا يعاني منها مجتمعنا اليمني كما ذكرت منذ بدايه الحرب. الحرب هي مستنقع الشرور او مستنقع الانتهاكات، وتزيد دائما الانتهاكات عندما تحدث الحروب، سواء الانتهاكات المتعلقه بالحرب او ما يسمى بانتهاكات القانون الدولي الانساني، او الانتهاكات التي تمارس في الاوضاع الطبيعيه والانتهاكات الطبيعيه والانتهاكات القانون الدولي للانسان في المناطق التي سيطر عليها جماعه الحوثي. هناك انتهاكات معلومه للجميع تتعلق بالاخطاء القسري والتعذيب، والانتهاكات التي يعني تنفرد بها جماعه الحوثي سواء تجنيد الاطفال وتدمير المنازل، المناطق التي سيطر عليها الحكومه الشرعيه ايضا هناك انتهاكات تتعلق بالتعذيب والاخطاء القسري، وتتعلق ايضا بانتهاكات مختلفه يعانون منها المواطنين. بالتاكيد هذه الانتهاكات اثرت على واقع الشعب وواقع المواطنين في مختلف المجالات. الشعب يعاني من هذه الانتهاكات، الشعب يريد ان يصل الى دوله تحفظ حقوقه وتساعده في حفظ كرامته وتساعده في احترام حقوق الانسان التي نحتفل بها العالم، ونحن ايضا نحتفل بطريقتنا، لكن نحتفل باظهار نتائج. نعم، طيب أستاذ حسين، يعني فيما يتعلق الآن أن هناك يعني حالة مشاورات تجري الآن في السويد، وهناك تركيز بشكل أساسي على مسألة ملف الأسرى والمعتقلين، بالنسبة لكم أنتم كيف تنظرون إلى هذه الجهود فيما يتعلق بسواء إيجاد اتفاق أو فيما يتعلق بمسألة المبادلة من حيث المبدأ؟ بالتأكيد نحن نرحب بأي جهود تبذل من الأمم المتحدة أو أي طرف كان بمسألة إحلال السلام في اليمن، ونؤكد ذلك في تقاريرنا دائما، نسعى إلى إيجاد السلام، نسعى إلى تحقيق السلام، نسعى إلى أن يكون هناك سلام عادل وشامل، لكن أيضا يجب أن يكون السلام الذي نسعى عليه أو نطالب به أو تسعى إليه منظمة الأمم المتحدة أو نسعى إليه المجتمع الدولي يجب. نعم. المتهكين وضمان عدم افلاتهم من العقاب، اي انتهاك او اي سلام لا يعتمد على هذه الاليه او لا يضع في 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 قائمه اهتماماته هذه المعايير، بالتاكيد هذا سلام ناقص وسلام منتقص، جربته شعوب اخرى وخاضت فيه الشعوب ومجتمعات ثانيه وغير بعيده منا وفشلت، واصبحت المشاكل هذا او مشاكل الانتهاكات ومشاكل الضحايا ومشاكل جبر الضرر، واصبحت مشاكل مؤرية لهذه المجتمعات واستمرت بعضها الى الان، يعني وهذا يعني الحديث عنها يطول وشرح وطرح الكثير من النماذج التي تتحدث عن مثل هذه التجارب التي فشلت بسبب اهمال هذا الجانب المهم، يعني معلوم للجميع، لكن نتمنى ونناشد دائما ان اي عمليه سلام او اي اتفاق سلام يجب ان يكون قائم على المعايير الثلاثة أو المسائل الثلاثة التي لا يجب أن يحصلها أي سياسي أو أي عادل أو أي منظمة دولية أو مجتمع دولي، هذا المعايير لإسراف الضحايا، ضمان عدم الإفلات من العقاب، تعويض المتضررين، هذه المسائل إذا لم يقوم عليها السلام فنعتبر أنه أي صفقة سلام ستكون معرضة للرفض من المجتمع، ستكون معرضة أيضا للانهيار بسبب عدم أخلاقيتها وبسبب عدم إمكانيتها أن تتجاوز صفقة السلام لهذا المعايير. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ حسين. أرحب بمن ينضم إلينا من فيينا، المدير التنفيذي لمنظمة سم للحقوق والحريات أستاذ توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. إذن يعني في بالتزامن مع الذكرى العالمي، ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يعني قلنا قبل قليل أن هذه الأيام هناك مشاورات في السويد، برأيك إلى أي مدى يضع المتشاورون وحتى أيضا القائمون بعملية الوساطة معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أعينهم أثناء الإجراء التسويات السياسية وأثناء يعني إدارة هذه المشاورات؟ مساء الخير لك ولي
ضيفيك الكريمين، ونستطيع أن نقول بأن ميلاد حقوق الإنسان أو اتفاقية حقوق الإنسان في عام 48 شكلت أعلى مراحل النضج الإنساني وقولبت كافة الجهود التاريخية سواء الدينية والإصلاحية البشرية عبر التاريخ من أجل هذا الإنسان في هذه الاتفاقية، وهو جهد لا يمكن الاستهانة به. وإن كان للأسف الشديد حقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان خضعت منذ تباشير الميلاد الأول للنفاق السياسي وللابتزاز السياسي، وجعل كثير من الناس ربما لا يثقون منها أو يفلت كثير من المجرمون من العقاب بسببها. ما يحدث اليوم في السويد هو جهد مشكور، ولا يمكن لأي يمني أو غير يمني يتابع ما يحدث على الأرض أو يجري في السويد إلا أن يؤيد ويتمنى إنجاح هذه المفاوضات وإحلال السلام في اليمن، وإن كانت في أحد فقراتها تتجاوز معايير حقوق الإنسان بصورة واضحة، خاصة في عملية تبادل ملف تبادل المعتقلين بمعنى أصح، لأنه الأسرى غالبا ما يكون بين دولتين، ولأن لا يمكن اليوم المساواة بين المدنيين الذين اعتقلوا من الشوارع واعتقلوا من أماكن عملهم وبين المقاتلين الذين قتلوا في الجبهات أو ربما ارتكبوا جرائم وسيفلتون من العقاب بموجب هذه الاتفاقية. أنا أعتبر أن اليوم هذه الاتفاقية وفقا للمعايير واتفاقية حقوق الإنسان هي مخالفة، لكننا نعتبرها جهد إنساني، خاصة بعد أن فشل الطرفين سواء الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي في حلحلة هذا الملف، وتحول ملف المعتقلين إلى كابوس إنساني واجتماعي واقتصادي، خاصة على الأسر التي وجدت نفسها تائهة أو منفردة تواجه ظروف الحياة القاسية، الأطفال والنساء، وعجزت الحكومة وغير الحكومة أن توجد حل لهذا الملف. ولذلك احنا ننظر لهذه الاتفاقية من منظور إنساني ليس إلا، أما وفق معايير حقوق الإنسان فهي مخالفة وستعمل على إفلات كثير من المجرمين من العقاب الذي من المفترض أن يكون أماكنهم الطبيعية هي ساحات القضاء وليس الإفاق ليعودوا إلى الجبهات للقتال مرة أخرى. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ توفيق. أعود إليك سيد حسين المشتلي، يعني في سياق الحديث عن هذه النقطة، هل اعتمدت الحكومة على الأرقام التي أنتم قدمتموها فيما يتعلق بإجمالي عدد المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي؟ أنتم في اللجنة ما هي الأرقام لديكم فيما يتعلق بأولئك المعتقلين والمختطفين لدى ميليشيات الحوثي من المواطنين؟ إجابة على سؤالك الأول، بالتأكيد الحكومة لم تعتمد على ما لدى اللجنة من أرقام. اللجنة الأرقام التي ظهرت لدينا أخيرا تتعلق بالعام 2018، هذا ليس البيان الأول. اللجنة في تقاريرها الخمسة الصادرة منذ تأسيس اللجنة في العام 2000 أو منذ إصدار تقاريرها الأول في العام 2016. نعم أستاذ حسين. منذ إصدار تقريرها الأول في العام 2016 وحتى الآن أصدرت خمسة تقارير ضمنتها كثير من الإحصائيات والأرقام عن أعداد المعتقلين والمخفيين. بالتأكيد هناك أشخاص فرق عنهم وهناك أشخاص أضيفوا. في بيان الأخير تكلمت اللجنة عن أنها رصدت العام رصدت وحققت في العام 2018 حوالي 643 حالة إخفاء جسري وتعذيب و اعتقال تعسفي. هذه الأرقام هي التي تم رصدها من قبل اللجنة وفقا لمعايير اللجنة. اللجنة تختلف في معاييرها عن منظمات المجتمع المدني التي ربما تتصل إلى أرقام كبيرة، من حيث أن اللجنة لا تقوم برصد الحوثي كحالة باعتبارها لجنة تحقيق وعملها شبه قضائي وتحيل الملفات التي تكمل التحقيق فيها إلى القضاء، لا نقوم برصد الحوثي أي حالة وتحقيق فيها إلا بعد التأكد من خلال أدلة رسمية وشهود إثبات ووثائق. يعني طيب، هل من مجال التأكد من عدد أرقام المعتقلين الآن في ميليشيات، يعني في سجون ميليشيات الحوثي المعتقلين والمختطفين قسريا؟
اعتقد ان 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 مجال افضل بالنسبه لهؤلاء. انا تتكلم مثل ما ذكرت عن معتقلين منذ تاسيس اللجنه او منذ قيام اللجنه، لدينا يعني ايضا اتصال بمنظمات المجتمع المدني. رابطه امهات المخطفين سلمت لنا قبل فتره او في العام الماضي تقريبا نهايه العام الماضي 2017 قائمه بحوالي 2468 شخص معتقلين واخذين قسرين لدى جماعه الحوثي، وحوالي 200 او 250 شخص يعني معتقلين واخذين قسرين لدى الحكومه والجهات الامنيه التابعه لها. هذه الارقام اضافه للارقام التي وصلت الى اللجنه من خلال اصديها ومكاتبها في تعز وفي عدن، ممكن ان تكون مرجعيه للتحقق منها، لكن اظن ان الاليه الاسلم هي من خلال التواصل مع ذوي المخططين والمخفيين قسرين من كل الاطياف ومن كل الاتجاهات والوصول الى رقم صحيح وحقيقي. نحن برغم ما ذكرت مثل ما ذكر ضيف عبد العزيز، يعني برغم ان هناك فرق في مسائل انواع الجرائم والتهم او مسائل اسباب الاختطاف او اسباب الاعتقال او مشروعيه هذه الامور، بالتاكيد هناك وجهه نظر قانونيه للجنه او اي قانوني بخصوصها، لكن في مساله اطلاق صراحه المخطوفين والمخطوفين نرحب حتى بمثل هذه الصفقات، كون ان الوضع الان يعني لا مجال فيه سوى دعم مثل هذه العمليات حتى لا يضيع حقوق الابرياء وحقوق الاشخاص الملتحق حقوقهم والموجودين في السجون لسنوات مع اشخاص او قله او بسبب اشخاص او قله مجرمين او منتهكين او لديهم يعني اسباب قانونيه تجعل قانونيه لبدائهم او اجتيازهم، وحتى هؤلاء الاشخاص الذين لديهم اسباب قانونيه او اسباب تجديد بقائهم ايضا من حقهم هم حتى ايضا ان يحالوا الى المؤسسات القضائيه للتحقيق معهم ومحاكمتهم وعدم احالتهم في المؤسسات القضائيه لاحالتهم ومحاكمتهم تعتبر ايضا انتهاك في حقهم. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ حسين مرة أخرى. أعود إليك أستاذ توفيق فيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، هذه نقطة يعني نحن تحدثنا سابقا للقناة تحدثت أنا شخصيا تحدثت مع إحدى أمهات المختطفين في هذا البرنامج، كانت تبدي نوع من الأسف تجاه أنها لا تريد في نهاية المطاف أن يكون ولدها يعني يخرج عن طريق عملية تبادل مع أسرى حرب، لأنه في الأخير مختطف مدني ولم يكن في جبهة حرب حينما أخرج من منزله، لكن في نهاية المطاف هناك أسر أخرى تريد أن ترى يعني أبناءها وأن يعود أبناءها إليهم، خاصة أنها يعني ليس لديهم من يعيلهم في وسط هذه الأوضاع الصعبة في هذه الحرب. كيف يمكن التعامل مع هذه النقطة عبر المنظمات المجتمع المدني عبر يعني المعنيين في حقوق الإنسان؟ نحن نعيش وضع استثنائي، دائما في نهاية كل قذيفة في نهاية كل رصاصة موجودة طاولة مفاوضات، دائما تحدث تجاوزات، دائما يحدث يعني تهميش لكثير من المعايير المتعلقة بقيم العدالة وقيم التقاضي وقيم الإنصاف من أجل إحلال السلام، وبالتالي نحن نعيش هذا الوضع. لكن أنا أدعو مجددا لأنه يجب أن لا يتحول ملف المعتقلين إلى ملف مفخخ، بمعنى أن تكون المعلومات يجب أن التأكد من مصدر المعلومات من الأسماء الواردة فيها، لأنه في النهاية قد تأتي أسماء وهمية وأسماء ميتة وأسماء ضاعت في الجبال وفي النهاية يطالب بالإفراج عنها أو غير، وبالتالي تتوقف الصفقة بأكملها. نحن حقيقة أمام وضع حرج، الكل يتطلع إلى عملية سلام، نتمنى أن تتبعها عملية انتقالية واسعة بإمكان في ظل هذه العملية أن يتم إنصاف الضحايا، أن يتم تجاوز هذه المرحلة بأخذ كثير من التجارب سواء في شيليا أو في لبنان أو في المغرب إلى غير ذلك، لكن هو وضع حرج كما قلت لك اليوم، لا يمكن الانتظار، لأنه على المستوى العسكري هناك في تأزم واضح، على المستوى السياسي هنالك تأزم واضح. اليوم بعد 4 سنوات بعد جهود بعد استغلال لظروف دولية معينة خضع اليمنيون أو وصل اليمنيون إلى السويد، هذه الفرصة هو اليمنيين يبحثون عنها، لكن يجب أيضا في هذا الملف
أن يتم التأكيد على وقف الاعتقالات مستقبلا، عدم اعتقال هؤلاء من سيفرق عنهم، وقف اعتقال المدنيين، بمعنى يجب أن تخرج حزمة متكاملة فيها ضمانات مستقبلية، لأنه لا فائدة أن يتم إطلاق اليوم 8000 ثم يتم اعتقال 8000 من أجل أن يتم الإفراج عن أسرى مقاتلين. بالتالي هذه الضمانة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، ما لم فإننا كأنك يا علي ما غزيت ولا ما كأنه لا أثر، وكأننا نجري بعد سراب في النهاية. الناس يريدون ضمانات اليوم، يريدون إفراج اليوم، ويريدون ضمانات للمستقبل. إذا أشكرك أستاذ توفيق الحميدي المدير التنفيذي لمنظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. بالعودة إليك أستاذ حسين المجدلي، يعني نحن نتحدث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، وهي رافعة، كثير من الناس يؤمن بها، لكن كثير أيضا من الناس في وسط هذه الحرب ووسط هذه الصعوبات هناك من يفقد الثقة أحيانا في أن يمكن أن يكون هناك إنصاف لهم في يوم من الأيام. هناك تجارب عالمية مشهورة فيما يتعلق بمحاكمة ديكتاتوريات، محاكمة يعني أشخاص كانوا على رأس السلطة، خاصة فيما يتعلق مثلا بيوغوسلافيا السابقة وما شابه. فكيف يعني ما هي الرسالة التي تقال في هذا الوقت في ما يتعلق بأسر الضحايا، من وقع عليهم ظلم من أبناء الشعب اليمني؟ أستاذ حسين. نعم تفضل. السؤال مهم جدا، وأعتقد أن أهم ما يمكن قوله في هذا الجانب، أول حاجة أن جرائم التي من هذا النوع لا تسقط بالتقادم، بمعنى أن مرور الزمن وتغير الأحوال أو تغير السلطات لا يمكن أن يجعل من هذه الجرائم تنسى أو أن تضيع الحقوق أو أن يفر المنتهكين. هذا أمر محسوم بموجب الاتفاقيات الدولية وحتى القوانين الوطنية وموجب حتى نصوص الدستور وأحكام القانون اليمني وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. كل هذه النصوص والاتفاقيات الدولية تضمن لهؤلاء أولا حقوقهم من عدم الضياع، ومثل ما ذكرت أنه لا يضيع حق وراءهم طالب، هذا أولا. الأمر الثاني الذي أيضا يجب أن يصل إلى المنتهكين أنفسهم أو للأشخاص الذي يقوموا بالتجاوزات. أستاذ حسين. نعم أستاذ حسين، يجب علينا أن نعم لأن الاتصال يتقطع بعض الشيء في بعض الأحيان، تفضل أكمل. نعم، الأمر الثالث الذي يجب علينا كلنا أن نسعى إليه أو نتكلم حوله، أن موضوع حماية الحقوق والحريات ومسألة المحاكمة والإنصاف والتعويض والعدالة الانتقالية والصحة ذلك المصطلحات وكلها في المسألة دولة عادلة، وجود في البداية حتى دولة واحدة بسلطتها الطبيعية تمارس عملها على كافة الأراضي الجمهورية اليمنية. وجود هذه الدولة بالتأكيد يخلق أمل ويضع أمام الأشخاص أو يضع أمام الضحايا فرصة في مسألة الوصول لحقوقهم، لأن أصلا حتى مثل ما ذكرت يعني أستاذ حسين. إذا هناك تقطع في الصوت من المصدر في عدن. على كل حال أشكر الأستاذ حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على تواجده معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.